أنا منتخبنا الوطني تدريباته تحضيرا لملاقاة نظيره القطري غدا الاثنين ضمن الدور نصف النهائي لبطولة خليج 25. المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عماد قال إن اللاعبين سيخوضون اللقاء بصفوف مكتملة بعد أن تم تصفير البطاقات الملونة، فضلا عن أن جميع اللاعبين بأتم الجاهزية الفنية والبدنية. وأشار عماد إلى أن التدريبات كانت مغلقة أمام جميع وسائل الإعلام كونها شهدت تطبيق بعض الجمل التكتيكية التي سيتم انتهاجها في لقاء الغد أمام العناب القطري.